حاضر مع المتهم الثاني دفع بعدم انطباق مادة الاتهام 234 وذلك لانتفاء القصد الخاص نية إزهاق الروح وطلب من عدالة المحكمة إعمال نص المادة 236 بفقرتها الأولى الضرب المفضي للموت دون سبق إصرار، ثانيا وبخصوص المتهم الثاني دفع بانتفاء الجريمة بركنيها المادي والمعنوي على أي من صورها التي ترتئيها المحكمة، وذلك تأسيساً على أقوال شهود الإثبات جميعهم وأقوال المتهمين جميعهم وأقوال السيد مجري التحريات التي وردت في صاد 58 و60 من التحقيقات. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، لا شك أنه من المقرر في الأمور الجنائية أن للمحكمة كامل السلطان في استخلاص الصورة الحقيقية للواقعة غير مقيدة بما ورد بأمر الإحالة، وغير مقيدة بما ورد على لسان شهود الإثبات، وغير مقيدة حتى بما يطرحه الدفاع في محضر الجلسة. فملاك الأمر كله يرجع إلى يقين ومجدان المحكمة الطيب الطاهر. وأنا في ضوء ما طالعته من التحقيقات والأوراق ومن أدلوا بدلوهم في الدعوة، سواء من قد تضمنتهم قائمة السجود المرفقة التي أرفقتها النيابة العامة أو من لم يدرك بقائمة السجود، كل هؤلاء أجمعوا على أن الواقعة التي حدثت نتيجة واقعة تشاجر من المتهمة الثالثة مع جيرانها وهم ذو المجني عليه رحمه الله وأهله، وأدى ذلك إلى أنها قامت بالاتصال بزوجها وشقيقها المتهم الثاني الذي يمثل الدفاع بصدده. فما إن قد وردتهم المكالمة التليفونية إلا أن أتيا إلى مسرح الواقعة زوج وأخ وأخت تستنجد بكليهما، فإذا ما أتيا على النحو الذي سيقت به في الأوراق هذه الرواية فإننا نقول بأن هؤلاء وردوا إلى الواقعة وذلك نجدة لشقيقة الثالث الأول ونجدة زوجة الأول وشقيقة الثاني. هذا الذي حدث أدى إلى أنه ورد بالنسبة للواقعة على النحو الذي سطرت به أنه قام المتهم الأول بأخذ مجراف الرمال وهو الكوريك حينما وصل إلى مسرح الواقعة، وقام بضرب المجني عليه رحمه الله على عظام قبو الجمجمة حسب ما ورد بالتقرير الطبي الثابت بالأوراق، وأن هذه الضربة أدت إلى سقوط المجني عليه رحمه الله، وأن جماع الأقوال قد استقر على أنه قام بالعدو والهرب من مسرح الواقعة فور سقوط المجني عليه على الأرض. قام المجني عليه وذهب إلى قسم الشرطة حيث أن الواقعة كانت 9/8/2023 يا فندم الساعة 11 صباحا، ووصوله إلى القسم ثابت بتأريخ محضر جمع الاستدلالات الساعة 1 مساء، وأن هناك تقرير طبي ثابت في الساعة 8 مساء ثابت فيه وصف المجني عليه أنه المصاب. هذا ما هو ثابت بالأوراق. إذن ظل المجني عليه طيلة 6 ساعات وفق الأرقام والتواريخ التي تكذب
التي لا تكذب بعد الواقعة. عفوا يا فندم، مع الأرقام والتواريخ، مش الأرقام والتواريخ التي لا تكذب والتي أكدت بأنه كان على قيد الحياة بعد الضربة لمدة 6 ساعات. هذا ما هو ثابت بالأوراق. نحن نود القول هنا بأن المتهم الأول، وأنا أتكلم في مجال التكييف، إذا ما كان ينتوي إزهاق روح المجني عليه لكان والى الضربات على المجني عليه، لم يكن يمنعه مانع من ذلك، فقد كان ممسكا بالمجراف وقام بضرب المجني عليه ضربة على ما هو فندم ماشي يا فندم، بس ما هي الواقعة بعد إذن عليك. لا ما أنا برضو يعني معلش أنا بتكلم بتأصيل آخر ماشي يا فندم، أنا بتكلم بتأصيل آخر بعد إذن الهيئة الموقرة ولن أطيل أيضا، حيث أننا تعلمنا من قضائكم المبجل وقضاء محكمتنا الأولياء بأن الضرب بسلاح قاتل وفي مكان قاتل لا يمكن أن يستفاد منه ثبوت نية القتل لدى المتهم، لأنه من الممكن أن يكون ذلك ولو كان بسلاح ناري مصوب إلى جسد المجني عليه وفي مكان قاتل، ربما يكون ذلك ما كان إلا نية إصابة الجسم لدى المتهم، وهذا ما تستدعيه المحكمة من وقائع الأحوال. هذا بالنسبة لوقائع التكييف على نحو ما علمتنا الأحكام. فإذا ما كان الأمر على نحو ما صور فإننا لا يمكن أن نقطع، لأن قرائن الأحوال المثبتة في الواقعة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يستشف منها أن هناك كانت نية القتل ثابتة لدى المتهم الذي اقترف الفعل، وبالتالي التكييف الصحيح من وجهة نظر الدفاع أن الواقعة يحتويها نص المادة 236 فندم بفقرتها الأولى. هذا وجهة نظر الدفاع التي يطرحها على الواقع في مجال التكييف الذي يخص كل هؤلاء المتهمين. أما بالنسبة للمتهم الثاني فإننا دفعنا بانتفاء الجريمة بركنيها في حق المتهم الثاني، هذا أمر ثابت لا قدح فيه، لأن جماع أقوال الأدلة بما فيهم والد المجني عليه رحمه الله لم ينسب له اشتراكه بالقيام في الفعل المقترف حتى، ولم يقم باقتراف هذا الفعل، وأن المتهمين المتهم الأول والثالثة والمتهم الأول مقترف الفعل ذاته حينما سئل في تحقيقات النيابة العامة وما الحالة التي كنت عليها أنت والمتهم شعبان في محل الواقعة، قال بأن شعبان كان يبعد برشاد وهو المبني عليه فندم، وأنه يدخل أخته إلى المنزل وأخواته إلى المنزل. هذا الذي أكده المتهم الأول بالنسبة للمتهم الثاني يا فندم الذي يمثل الدفاع عنه أو معه، هو الذي هو ثابت بأقوال شهود الإثبات جميعهم بالنسبة لهذا المتهم، حيث أنهم جميعهم قد أقروا ودون مواربة ودون تأويل لقول بالنسبة لهم بأن شعبان المتهم الثاني يا فندم كان يقوم بمحاولة التهدئة وفض المشاجرة وقام بإدخال أخواته إلى المنزل وإبعاد رشاد عنهم دون أن ينسب إليه من أي من الشهود قيامه بفعل من أفعال الضرب على النحو الذي ساقته النيابة العامة بقائمة الثبوت والتي نحيل إليها في دفاعنا بأنهم نفوا عن المتهم الثاني ارتكابه الواقعة أو اقترافه إياها بأي من صور المساهمة في الجريمة، سواء المساهمة الأصلية لأنه لم يقترف الفعل أو المساهمة التبعية. وثبت ذلك أيضا حينما جزم به السيد مجري التحريات في تحقيقات النيابة العامة فندم كما أسلف الدفاع في صدر دفاعه في صد 58 حينما سئل هل هناك كانت اتفاق بين المتهمين على ارتكاب الواقعة، قال لا. ثابت ذلك في صد 58 وفي صاد يا فندم 60 حينما سئل ما قولك وقد أنكر المتهمان الأول والثالثة وهو والثاني فاطمة وشعبان فندم المتهم الثاني ارتكابهم للواقعة، قال لأنهم فعلا لم يقترفوها وأن مقترف الواقعة هو المتهم الأول. هذا ثابت أيضا من أقوال مجري التحريات. إذن أصبحت الواقعة على النحو الذي سيقت به إلى عدالة المحكمة كان يتوجب، وأنا أقول كوجهة نظري للدفاع وإن كنت أجل النيابة العامة في تصرفها في الأوراق بالطبع ولا أقول فيه إلا ما أقول لمحكمة الموضوع التي لها مطلق الرقابة على تصرف النيابة العامة في التحقيق أو في الأوراق،
وما يبلي به الدفاع أمامها. إذا ما كان الأمر بالنسبة لشعبان فكان صحيح من وجهة نظر الدفاع أن يستبعد من الاتهام، لأنه ليس هناك سمة دليل أو قرينة تثبت اقترافه للفعل موضوع أمر الإحالة، وأنه لم يقم حتى بمساعدة المجني عليه بأي من صور المساهمة التبعية، وأقر ذلك السيد مجري التحريات أفندم بأي من صور المساهمة التبعية سواء تحريض أو اتفاق أو مساعدة، بدليل أن الواقع كما رويت نفت عنه اقتراف الفعل حسب ما هو ثابت بالأوراق من جماع الأقوال في هذه الأدلة، وأنه على هذا النحو لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقال بأن المتهم الثاني شريك في الواقع بأي من صور المساهمة التبعية، أو أنه طرف أي من الأركان المادية في الفعل الذي أدى إلى الوفاة. صاحب المعالي السيد الرئيس، أصحاب المعالي السادة المستشارين الأجلاء، نعم أنتم تقضون بالحق وأن قضاؤكم ملهم إليكم من قبل الله سبحانه وتعالى، وأن هذا الإلهام إذا ما حدث فعلينا أن نسلم به. من اعتقد أنه ظلم ومن اعتقد أنه جبر، لأن ذلك قضاء الله وقدره فينا، ولكننا على يقين بأنكم في مثل هذه الوقائع تستخرجون ما بين السطور وتستنبطونه، وأنه لا يمكن أن يكون حكمكم يمثل إدانة لبريء كما علمنا القضاء الجليل، وأنني وفي محراب عدالتكم أتذكر قولا لأستاذنا الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد أفندم حينما قرر في كتابه بين الفلسفة والقانون، حينما قال إن من أعظم أعمال الضمير هو عمل القاضي، فمن غيره ينتزع الحق انتزاعا من بين براثن الأوهام، ومن غيره يحمي النور من جحافل الظلم والإظلام، ثم اختتم قائلا ألا اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. وأن أحكامكم وأخيرا يا فندم الجنائية قد علمتنا بأنه يكفي لكي تقضي المحكمة بالبراءة أن تتشكك في صحة إسناد التهمة للمتهم متى ألمت بشتى ظروف وملابسات الدعوة عن بصر وبصيرة، وأحاطت بأدلة الإثبات وبعناصر الإسناد في الدعوة، فداخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات ورجحت دفاع المتهم. أشكر يا فندم لعدالتكم حسن الاستماع وفساحة الصدر، وألتمس من عدالتكم القضاء ببراءة المتهم الثاني لما أبدينا من دفاع وما هو ثابت يقينا في حقه من الأوراق. شكرا جزيلا يا فندم.